بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على الحصيلة ديال البكالوريا، وفوقاش غادي تعلنوا على النتائج ديال الدورة العادية بكالوريا 2020 إن شاء الله. إذا العنوان ديال الفيديو هو أكثر من 30 ألف أستاذ وأستاذة لتصحيح البكالوريا، والتلاميذ ينتظرون النتائج. تعرف على موعد إعلان نتائج الدورة العادية باك 2020 دائما على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. قوم معايا باش نعرفوا كل هذه التفاصيل إن شاء الله. إذا هنا البلاغ الإخباري التي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي البارحة الجمعة 10 من يوليو 2020. إذا ذكرت مجموعة من التفاصيل ما يخص عدد المترشحين الأحرار والمتمدرسين الذين اجتازوا الامتحان، كذلك عدد المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة، نسبة الغش، كذلك عدد الأساتذة الذين كلفوا بتصحيح أوراق الامتحان، ثم المداولات وموعد إعلان النتائج. إذا البلاغ مكون من صفحتين، الصفحة الأولى هي هذه والصفحة الثانية عاد غادي نشوفوها. إذا أهم نقطة في الصفحة الأولى هي هذه. إذا بلغ العدد الإجمالي للحاضرين في الدورة العادية من امتحانات البكالوريا 385,981 مترشح ومترشحة بنسبة حضور تحددت في 97.2% لدى المترشحين المتمدرسين و 62% لدى المترشحين الأحرار. إذن هذا هو العدد ديال التلاميذ أو المترشحين والمترشحات اللي حضروا في هذا الامتحان ديال البكالوريا الدورة العادية. 97% ديال المترشحين المتمدرسين و 62% ديال المترشحين الأحرار. نمر الآن إلى الصفحة الثانية من البلاغ الإخباري. إذن أهم النقاط هي كالتالي. النقطة الأولى، إذا تمكن من إجراء اختبارات هذه الدورة 12 مترشحا مصابا بفيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بالمراكز المحدثة على مستوى المستشفيات الميدانية بكل من سيدي سليمان، سيدي حي الغرب، وبنغرير. إذن 12 مترشح ومترشحة اجتازوا الامتحان وهما مصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. فين دوزوا هذا الامتحان؟ دوزوه طبيعة الحال في المستشفيات الميدانية. إذا بما أنهم مصابين راهما إما في بن سليمان، إما في سيدي يحيى الغرب، إما في بنغرير. إذا دوزوا في ذاك المراكز، خصوا لهم واحد القاعات دوزوا فيهم. العدد ديالهم هو 12 مترشح ومترشح. نقطة ثانية، إذا تحددت نسبة تراجع الغش الإجمالية في هذه الدورة في ناقص 30% مقارنة مع نفس الدورة سنة 2019. إذن هنا في هذه النقطة كيقولوا بأنه النسبة ديال الغش تراجعت ب 30% مقارنة بالدورة العادية ديال سنة 2019، يعني العام اللي فات. إذن النقطة الثالثة والأخيرة، انطلقت عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين بجميع مراكز التصحيح والتي بلغ عددها حوالي 375 مركزا. إذن 375 مركز ديال التصحيح ديال امتحانات البكالوريا يشارك فيها حوالي 31,281 أستاذ مصحح أو أستاذة مصححة. إذن أكثر من 30,000، 31,281 أستاذ وأستاذة اللي تكلفوا بهذا التصحيح، موزعين على إيش؟ على 375 مركز ديال التصحيح. إذن تمت تعبئتهم للقيام بهذه العملية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، ليتم بعدها إجراء المداولات ابتداء من يوم الاثنين 13 يوليو 2020، ليتم الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه يوم الأربعاء 15 يوليو 2020. إذن هاد 31,281 أستاذ وأستاذة مصحح ومصححة تعبؤوا باش يكونوا النتائج في أقرب وقت إن شاء الله. إذن غادي يكملوا التصحيح حتى 12 يوليوز، ونهار 13 يوليوز يعني نهار الاثنين، ابتداء من نهار الاثنين غادي تكون المداولات ديال هذا الامتحان، غادي تكون الاثنين والثلاث والاربع، غادي يعلنوا على النتائج الاربع
أو الأربعاء 15 يوليوز 2020 غادي تكون النتائج واجدة في السيت، يعني ابتداء من منتصف الليل. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة. اللي عنده الباك هذا العام كنتمنى ليه كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. ما تخافوش، ربي كبير إن شاء الله، الله يسمعكم خبر الخير. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.